وزير داخلية الخليفة يتحدث عن رجال المقاومة بأنهم يرتزقون وأنهم يتحركون من خلال تقديم أموال لرجال المقاومة. أقول أن رجال المقاومة يقدمون الأموال من أموالهم الشخصية، ويقدمون أوقاتهم، ويقدمون أرواحهم من أجل عزتهم وكرامتهم. أنت وأخوتك كما سميتهم المرتزقة الذين تستعتاشون على المال وتجلبون المرتزقة والجيوش من كل أصقاع العالم من أجل سحق شعب أبي أراد أن يعيش عزيزا كريما. أنتم من يستجلب المرتزقة من كل أصقاع الأرض، أنت وإخوتك. أما رجال المقاومة فهم قد باعوا دنياهم وشروا آخرتهم من أجل دين الله ومن أجل عزة شعب وكرامة شعب.